السلام عليكم، معكم محمود من قناة ترو لايف. سؤال سريع وإجابة سريعة. أنا راجل متزوج وعايش في أوكرانيا وبشتغل وبكسب مرتب كويس وعايز أحول لأسرتي أول كل شهر مبلغ، إيه أنسب أو أحسن طرق التحويل المالية من أوكرانيا لمصر أو لأي دولة عربية؟ طبعا مش هينفع أقولك أنت تحول بالويسترن يونيون أو بالتحويل سويفت كل شهر وياخدوا منك 40 دولار، لان ممكن يكون المبلغ اللي انت بتحوله اصلا مش كبير، فسويفت بياخد حوالي 42 دولار على التحويلة الواحدة. اما بالويسترن يونيون فممكن تدفع على كل 100 دولار 15 دولار، والنسبة دي بتقل كل ما بتعلي النسبة الرقم اللي انت بتحوله. لذلك الاحسن ان انت تطلع كارت اضافي بريفات بانك، واكتر من بنك، الفا بنك كمان في اوكرانيا بيطلعوا كروت إضافية، فأنت ممكن يكون عندك كارت إضافي تبعته لزوجتك أو ابنك أو بنتك يسحب من الـ ATM في مصر، بياخدوا هامش كبير أنا عارف، نسبة مثلا ممكن 5% 6% غير البنك اللوكال في مصر أو في الدولة العربية اللي أنت فيها، لكن هي دي الوسيلة الأنسب والأرخص، واللي في أي وقت أنت في أي وقت تحط فلوس إنستنت على طول، تحط فلوس بعد 5 دقايق زوجتك ممكن تسحبها، يعني انت ممكن تحطها في المكنه دلوقتي بعد 2-3 زوجتك او ابنك يسحبها من مصر، يسحب المبلغ اللي انت حطيته. فالناس تقول لي طب الكارت ده انا اوصله لهم ازاي؟ يا باشا هي مره واحده بالدي اتش ال او بالبريد، او اما يزوروك او انت تزورهم تروح مصر مثلا في اي وقت اديهم الكارت ده ويبقى ده الحل، وكل شهر او كل يومين زي ما انت عايز حط لهم فلوس وهم يسحبوها، ويبقى كده حليت المشكله ببساطه شديده وبارخص تكلفه. والكارت الاضافي ده ممكن يكون ببلاش او ممكن يكون بضريبه او بفلوس تدفع اشتراك قصدي سنوي، لكن في الغالب بيبقى ده ببلاش، بيطلع انستنت حتى.